بشيل معاه سوبر مان. ثانية واحدة يا سبايدر، اخواتي وحبايب قلبي، طبعا مسوسيكم اللي لسه ما اشتركش في القناة يدخل يشترك دلوقتي حالا، يفعل زر الجرس، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، اتفقنا؟ ايه ده انت بتضحك على ايه؟ اصلا محدش بيحبك اكتر مني، هما بيسمعوا كلام انا بس. طيب هنشوف. اخواتي وحبايبي كل اللي بيحبوني يكتبوا سوبر مان في الكومنتات. لا هما يسمعوا كلامي، اخواتي وحبايب قلبي يكتبوا باتمان. قول انا اكتر. انا اللي بيحبوني اكتر. بطلوا خناقه بقى، حد يجي يشيل معايا. حاضر يا سبايدر. اوعى كده اقدر اشيل لوحدي. مغرور. ايه ده انت على الارض لو تطلعها الكنبه؟ ايه ده يا سبايدر انت كمان انت بقيت تتقمر؟ حاضر اهو. تسلم ايدك يا باتمان. انت حرام الزفت انت فوق. هتتكلم ولا مش هتتكلم؟ هتكلم خلاص، هتكلم اقول كل حاجه. ايه ده عنده بسرعه؟ ايه في ايه؟ انا سامع صوت قنبله. ايه قنبله؟ يعني ايه؟ وهي فين القنبله دي؟ بسرعه سوبر مان بسرعه. اهدوا اهدوا خليني اقدر اشوف بالليزر اللي في عيني. بسرعه مفيش وقت. ايه زعيم اللي مفرحك كده؟ الابطال الخارجين خلاص بقى. طب احنا غيرنا مكاننا ليه؟ يلا بينا نرجع مكاننا القديم. هنرجع ما تقلقش، بس الاول عايزك تبعت لي حد من الرجاله يجيب لي رقم الواد اللي معاك ده بسرعه. ليه يا زعيم؟ علشان نطلب الريموت السحري فديه بدل الواد اللي معانا ده. حرام عليكم فكرة، انا عاوز اروح انا اعمل على نفسي. اسمع الكلام يا ولد. ما تخافش يا حبيبي ما تخافش، هناخد بس الريموت من اخوك ونخلص عليك خالص. على فين يا زفت الدين انت؟ ايه يا بابا مفتقلني ليه بس؟ مشكلة اني مش عارف ولا فاهم السبب، وبعدين ايه الريموت اللي في ايدك ده؟ ده ريموت تلفزيون عادي جدا، لا سحري ولا بيثبت الناس ولا اي حاجه من الكلام الفاضي ده. ولا انت؟ ايه يا بابا؟ قلبي مش مرتاح لك، مش بلع، حاسس ان انا عاوز اضربك كده. يوه تاني؟ انت بتقول لي يوه؟ طيب تعالى لي، ده انا ثبت. ايوه هات بقى الحزام ده كده. تمام قوي، ارميه بعيد. والله لا هجننك. شغل بقى، اتحرك. موتك ده. ايه ده؟ راح فين الحزام؟ حزام ايه يا بابا ده اللي بتقول عليه؟ الحزام اللي كان في ايدي. ازاي ده؟ انت ما كانش في ايدك حاجه. سلامتك يا بابا. هو انا شكلي اتجننت ولا ايه؟ في حاجه غلط. ادخل بس ارتاح لك شويه لان انت شكلك مرهق. ايوه صح معاك حق. انا شكلي كده عاوز ارتاح. لازم ارتاح. ايه يا حاج مال؟ لازم ارتاح سيبيني، لازم ارتاح. وده ماله دوت يا مال؟ ودي يا اسلام. ايوه يا ماما. هو ابوك ماله ماشي يكلم نفسه؟ مش عارف، هو فجأة بقى كده. طيب قول لاخوك فين؟ اخويا فين ايه؟ هو ما جاش؟ لا ما جاش لسه لحد دلوقتي. ما تقلقيش هتلاقي زي العادة بيلعب في اي حتة. طب يلا روح دور على حياته. شوية كده واروح. حاضر، ارتاح بس من الطريق. انا قلت لك ايه يا زفتن؟ ثبت. ايوه كده. هاتي بقى الشبشب ده وديه فين المقوى كمان مع الحزام. نعمل الاول حذف الذاكره كده. تمام، اقعد بقى مكاني وكاني ما اعرفش اي حاجه. نشغل بقى. اتحرك. ايه ده؟ هو انا واقفه بعمل ايه هنا؟ ايه يا ماما في حاجه ولا ايه؟ ها؟ وانت مش فاكر ايه اللي جابني هنا؟ الله، انت مش كنت جاي تساليني اعمل لك غدا ولا لا؟ بس انا مش فاكرة حاجة. انت بس تلاقيك مرهقة شوية ومحتاجة ترتاح. صح، انا مرهقة، لازم ادخل ارتاح، لازم ادخل ارتاح. يا حلاوتك يا رمود يا سحري. يا
الحمد لله انك لحقتنا في اخر لحظه يا سوبر مان. عندك حق يا سبايدر. شكرا يا سوبر مان. ما تحرجونيش بقى، انتوا عارفين ان ده واجبي. كويس اللي انا عرفنا من حرامي مكان الجوكر قبل ما ينفجر. طب يلا بينا بقى نروح ندي للجوكر العلقه اللي يستحقها. يلا بينا. يلا. وبعدين بقى لازم اهرب من هنا. اما حاول افك نفسي وهو بيتكلم في التليفون مشغول. خش يا جدعان، روح مشوارك انت وانا هثبت لك الهيكل هنا لحد المكان. ايوه كده، كده انت في رجليا تفك. لازم انا اشوف طريقه بقى اقرب منه. ايه مش عارف على بعضك ليه؟ انا عاوز اروح الحمام. مفيش دلوقتي اهو. النبي عاوز اروح الحمام، قلت له ما تيجي في الغوا، النبي والنبي عاوز اروح الحمام. طب خلاص الحمد لله مشي. تأكد ان انا سمع صوت. ايه ده؟ ده نار اسود. زنبالك على الارض والواد هرب. انا لازم الحقه بسرعة. ايه ده؟ ده مفيش الا واحد بس اللي بهرس الباب. خلص عليه واطلع بسرعة. وبعدين بقى في المكان الكبير ده اللي شبه المتاهة، يعني لازم الاقي الور الصغير في اسرع وقت. وباتمان عرف مكان الناس، لازم اروح ابعد عن الزحيم بسرعه.